الحمد لله رب العالمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كلام كثير جدا في هذا الأمر. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اللي اتظلم يعرف ان ربنا هيجيب له مظلمته، والظالم اللي ما راقبش ربنا يعرف بان حقه المظلوم هياخده. اللي سفلت الارض دي الطريق دي هي وعمل لها اسفلت وما رعاش ربنا والحوادث كترت بسببه، كل جريمه قتل على الطريق هيتعلق في رقبته هو. مش انت اللي عملت الطريق ورصفته وما اتجدش ربنا فيه، وجه المهندس اللي استلم منك ما اتجاش ربنا في الطريق ده، وجه اللي اعلى منه ما اتجاش ربنا، واللي اعلى واللي اعلى واللي اعلى، وكل الحوادث اللي بتحصل دي شايلينها انتوا. كل قطر الدم بتهرق على الطريق المتسفل ده واللي ما رعاش فيه ضميره شايلها. هو انت جبطته خلاص وسفلت الطريق وخلاص؟ طب واللي ماتوا دول دمهم في رقبة مين؟ طب بص تلاقي واحد عامل بتاع كله قدام بيت النهارده عامل لي كوبري، عامل لي بتاع عاليه كده، هو كل اللي ماشي اللي بيعمل حادثه ليه؟ اما اقول لك العيال بتوع المكن بيجروا، بتوع العربيات بيعملوا ما اعرفش ايه، وعامل لي بتاع كده عالي لفوق. مشكله كبيره يا اخوانا بنعاني منها. تبص تلاقي النهارده الحاجات المعموله على الطريق ارتفاع رهيب. لا بنقول للاخوه بتوع المرور يعني صغروا شويه، اعملوا مثلا ثلاث اربع حتات زي ما انتوا عاملين كده، بس صغروا المطب ده شويه. المطب عالي بيدوز عربيات بتبوظ وسوسك ما اعرفش ده، وتلاقي مطب واحد ماشي بعربيه واطيه شويه تبوظ منه. لا نرفق بالناس. ما عربيه واحد حصل لك، واحد مشي جه عند المطب بتاع ده هو ما شافش خده مره واحده ضبط راحت ارواح. النهارده الراجل اللي ماشي في الطريق ده ماشي على كف الرحمن، اللي بيصرف الطريق يتجي ربنا، واللي بيعمل مطبات للناس سواء واطيه ولا عاليه ولا منخفضه ولا مرتفعه برضه يراعي ربنا في الناس، برضه راعي ان دي برضه مال دولة وفلوس دولة ومال برضه بتاع ناس نخاف عليه.